السلام عليكم متابعين قناة كومبيومي التعليمية. اليوم إن شاء الله هيكون موضوعي عن كيف أصبح معلم مايكروسوفت الخبير أو مايكروسوفت MIE Expert لعام 21-22. اليوم هنشوف الخطوات مع بعض، ولو تابعتوا معايا خطوة خطوة وفتحتوا الكمبيوتر واشتغلتوا معايا هيكون إن شاء الله الموضوع سهل عليكم، وإن شاء الله كلنا نفوز بإذن الله. طيب يلا نجهز قهوتنا ونجهز الكمبيوتر بتاعنا ونبتدي نشتغل مع بعض. يلا أول شيء هشوف أنا معايا هنا لازم أنضم إلى مجتمع مايكروسوفت إديوكيتور سنتر. عندي هنا مجتمع مايكروسوفت إديوكيتور سنتر. مايكروسوفت إديوكيتور سنتر ده طبعا عشان أعمل تسجيل دخول فيه هكون عندي إيميل، طبعا إما إيميل المؤسسة الخاص بي أو إيميلي الشخصي، يفضل طبعا أني أنضم بإيميل الشخصي. أدخل على مايكروسوفت وأنشئ إيميل لمايكروسوفت، طبعا هيكون بالهوت ميل، وبعدين أبتدي أدخل على الأكاونت هنا كده على المايكروسوفت إديوكيتور سنتر وأبتدي أشتغل. طيب بعد أما دخلت هنا شايفين أمامي هنا في عندي الكثير من الكورسات الموجودة خلاص في الفري كورسز، وهنا ده المؤتمر اللي كان موجود من فترة لمايكروسوفت. طبعا أنا هنا اللي يهمني أني أدخل على التريننج. عندي في التريننج عندي الكورسز وعندي الليرنينج باث. عندي في التريننج عندي كورسز وعندي الليرنينج باث، وهنا الويبنرز اند اونلاين ايفنتس. لو في عند مايكروسوفت أي اونلاين ايفنتس ببتدي أنضم ليها وأشاركهم في الايفنتس والويبنرز الخاصة فيهم. بس المطلوب مني مبدئيا الآن لأول خطوة قبل الانضمام، قبل ما أعبي استمارة الدخول، إني أكون حاصلة على أكثر من ساعتين تدريب في مايكروسوفت إديوكيتور سنتر. طيب وده هحصل عليهم إزاي؟ الكورسز، إما هدخل على الكورسز أو الليرنينج باث اللي هي مسارات التعلم. خلينا نشوف لو كورسز مثلا بيفتح لي كل الكورسز الموجودة عندي في المايكروسوفت. ببتدي أنضم إلى أي كورس مثلا أنا حابة أتعلم عليه، هضغط مثلا كده وأقول له مثلا إيه start course، وأبتدي أمشي مع خطوات الكورس. أبتدي كده عندي هنا الكورس ده البنود الدرس اللي أنا هقوم بدراستها، وفي حاجات ممكن أنا عن طريق التعلم كده أبتدي أدخل عليها عادي أو بشوف الفيديوهات، أو أنا لو حاسة أن ممكن تكون دي معلومات شخصية ممكن أتعرف عليها هدخل على الكويز على طول للأسئلة، وممكن ترجمتها إلى اللغة العربية لو ضغطت بزر الفأرة الأيمن وهضغط على إيه Translate خلاص، وأبتدي أترجمها إلى اللغة العربية وأبتدي أشوف الأسئلة وأتعرف عليها بطريقة سهلة. هو طبعا بيتيح لي أني فرصة الخطأ وإعادة الاختبار، عشان أعدي الاختبار لازم أعمل أتعدى 80% to pass عشان أقدر من الأسئلة. عندي 10 أسئلة لازم يكون الإجابات الصحيحة أكثر من 80% من الأسئلة. طيب بدخل على السؤال مثلا، ببتدي أقرأ السؤال وأضغط كده وأقول له submit answer، طلع لي غلط وطلعت لي الإجابة الصحيحة. ممكن أبتدي أتعلم من أخطائي، وبعد الانتهاء من الاختبار ممكن أقول له retake إعادة الاختبار مرة أخرى، وأبتدي إيه أعمل إعادة أخذ الاختبار وأكون تعلمت من أخطائي، وبكده أقدر أحصل على المعلومة أيضا حتى لو أنا أخطأت فيها، وبكده ممكن أحصل على إن أنا انتهيت من الكورس ده، وبتنزل لي الشهادة على البروفايل طبعا. وطبعا ممكن ندخل كمان هنا داخل كل فيديو من الفيديوز الموجودة عندي هنا وأبتدي أشوف الفيديوهات والشروحات، طبعا بتبقى شروحات جميلة ومفيدة ممكن أستفيد منها جدا. بعد ما خلصت وحصلت على ساعتين تدريبيتين بعرف منين، هدخل على الماي بروفايل لازم يظهر لي البادج اللي هو ايه ان انا مايكروسوفت سيرتيفايد خلاص، ان انا معلم مبدع خلاص، ده اول بادج انا بحصل عليه اللي هو انا معلم مبدع. اوكي طيب بعد ما حصلت على بادج المعلم المبدع معنى كده ان انا عندي فوق الساعتين تدريبيتين. أبتدي بعد كده أشوف إيه اللي مطلوب مني. طبعاً كل ما بدخل باخد كورسات أكتر بتظهر عندي هنا
الكورسات بشكل اكبر، وبيبتدوا طبعا ده بيدعمني خلاص لما هنبتدي نرفع الملف بتاعنا ده، بيدعمني ان انا اكون حاصله على الكورسز بشكل كبير. اوكي طيب. طيب بعد كده، بعد ما انا دخلت الى مجتمع المايكروسوفت Educator سنتر واخدت الكورسز اللي انا المفروض احصل عليها، هدخل بعد كده على البروجرامز الموجود عندي. انا اي بروجرامز عايزه انضم ليه اللي هو مايكروسوفت انوفيت Educator سنتر اهو، هبتدي ادخل هنا كده هشوف ايه البرامج الايه المتاحه لي الحصول عليها. اول خطوه طبعا انا كده بطلع لك كل البادجات الرئيسيه عندهم. طبعا ده اللي هو المعلم المبدع، ده انا حصلت عليه عن طريق ان انا عملت الانضمام جوينت تو مايكروسوفت اديوكيتور سنتر، وانا كومبليت 2 اورز اوف تريننج، ان انا حصلت على ساعتين تدريبيتين. طبعا ان كل بادج فيهم منفصل، بس البادج الاخير الاكسبرت معتمد على اني انضم لمجتمع مايكروسوفت. البادج الثاني ان هو اكون مدرب في ترينر في المايكروسوفت، ودي ريكويرمنت خاصه بيه، احنا مش عايزينه ده دلوقتي، احنا عايزين ننضم للام اي اي اكسبرت اللي هو المعلم الخبير. طبعا ده بيتم الاعلان عليه دوليا على مستوى العالم في شهر اغسطس. طيب خلينا نشوف المتطلبات المطلوبه مني. انا في مايكروسوفت انوفيت اديوكيتور اكسبرت، ببتدي ادخل هنا ايه اللي طالب مني. become ام اي اي باي اي كومبليتينج 2 hours training، انا لازم احصل على ساعتين تدريبيتين في المايكروسوفت اديوكيتور سنتر، ودي انا خلاص حصلت عليهم المفروض. complete the self nomination from the a، انا عايزه ادخل على السيلف نومينيشن اللي هو الاستماره اللي ابتدي بيها، بس تكون ما بين الفتره ما بين 6 مايو الى 15 جولاي. اوكي لازم ابتدي اعمل السيلف نومينيشن، وهنا هبتدي اضغط على learn more. بعد ما هفتح learn more هيفتح لي عندي هنا الشروط المفروض احصل عليها او الستيبس المفروض اتخطاها علشان اوصل للنومينيشن. طبعا زي ما شفناها اللي هي في الاول ان مايكروسوفت اديوكيتور سنتر ان انضم ليه وان انا اخد ساعتين في التدريب. طيب الخطوه الثالثه ان هي ابتدي ادخل على النومينيشن، هضغط عليها من هنا او بطاقه الترشيح. طبعا هنشوف بطاقه الترشيح مختلفه عن العام الماضي، وهي بتنقسم الى ثلاث مراحل هنبتدي نشوفهم بالتدريج. عندي هنا اول ما فتحت طبعا ممكن بيقول لي في الاول ممكن اعمل ترانسليت فور مايكروسوفت ايدج، استخدم الترانسليتور اللي في مايكروسوفت ايدج عشان لو عايزه اعمل ترجمه الى اللغه العربيه ممكن اترجم الصفحه باللغه العربيه. وبعدين بيقول لي ان في انا لو انا مدرستي شوكيس سكول اللي هي منضمه المدرسه نفسها منضمه الى المايكروسوفت، لو انا مدرستي شوكيس سكول فانا هضغط على هنا ان ممكن ادخل وهلاقي مدرستي على طول في وبياناتي موجوده، او اني هضغط على ريجستر ناو اور ساين ان عشان ابتدي ادخل على النومينيشن. بس قبل ما ابتدي ادخل عايزه اوريكم حاجه، الأسئلة اللي موجودة عندي جوه هو حاطط بيها ملف وورد دوكيمنت أهو موجود هنا. لو ضغطت هنا إنه بيقول لي before you start your nomination please download this word document، أضغط هنا كده هينزل لي ملف وورد فيه كل الأسئلة. نشوف كده ملف الوورد فيه كل الأسئلة اللي داخل النومينيشن، ممكن أبتدي أنا أطبعها وأبتدي أدرسها بالتفصيل وأشوف البيانات اللي أنا عايزة أستكملها، أو حتى لو أنا ما طبعتش أنا هبتدي أشوف الستبس. وبيقول لك إن هو بينقسم إلى ثلاثة مراحل أهو، وبعدين هنشوف الأسئلة عندي في الأسفل. أوكي طيب خلينا نبتدي وندخل نقول له register or sign in. هيفتح عندي هنا الصفحة تمام، فتح عندي الصفحة بيقول لك انت عايز تنضم بالاكاونت بتاع الفيسبوك ولا اكاونت المايكروسوفت اكاونت ولا الورك سكول اكاونت ولا انت تبع موظفي مايكروسوفت امبلوي. طيب انا هبتدي اشوف انا عايزة هدخل بالمايكروسوفت اكاونت، اضغط على مايكروسوفت اكونت
وابتدي انضم بالايميل بتاعي. لو انا انشات عندي ايميل اوريدي انا عاملاه بالمايكروسوفت هعمل بيه ساين ان، او لو انا حابه كرييت يوزر نيم اند باسورد تو ريجستر ممكن ابتدي انشئ يوزر نيم وباسورد عشان ابتدي اعمل ايه ريجستر. لو انا لسه جديده ممكن ابتدي اعمل ايه، احط اي يوزر نيم والباسورد وابتدي احط اسمي واعمل لي ايه ايميل جديد والباسورد وابتدي اعمل ايه كونفيرم للايه النيو باسورد. اوكي، وبكده هيبقى عندي سواء انا انضميت ك عضو جديد لمايكروسوفت او انا عندي الاكونت اوريدي موجود هدخل ايه مايكروسوفت اكونت وابتدي اعمل ساين ان. طبعا هنا انا يفضل لما اعمل ساين ان اعمله بايميلي الشخصي، طبعا يفضل الايميل الشخصي مش الايميل المؤسسي، وبعدين هيبتدي يفتح معايا الصفحه بالشكل ده. اول خطوه اللي هي السيلف نومينيشن او اللي هو ملف التعريف الشخصي هبتدي انا امشي معاه خطوه خطوه. اول حاجه بيقول لي الفيرست نيم، انا هكتب مثلا يفضل انا عايزه اسمي يظهر بشكل اسمي الثلاثي. عشان يظهر اسمي الثلاثي في ورقة الترشيحات اللي هي بتظهر أو النتيجة اللي بتظهر في الآخر، فأنا هبتدي أكتب اسمي مثلا هنا إيمان، خلاص هكتب مثلا، وهنا هكتب الاسم الأخير. أو يعني المهم لازم أكتب اسمين واسم، ممكن أنا أكتب هنا إيمان بس وأروح هنا وأكتب في الاسم الثاني احط ايه اسمين، اوكي، بحيث لو هو لما يطلع لي اسمي يظهر اسم بالكامل. اوكي، طيب هنا البيرسونال ايميل، البيرسونال ايميل طبعا هو على طول حط الايميل اللي انا دخلت بيه. بعدين كونفيرم البيرسونال ايميل، هروح اعمل له كونفيرم للبيرسونال ايميل. اوكي، وبعدين سكول اورجانيزيشن ايميل اللي هو ايميل مؤسستي او ايميلي اللي بدخل فيه، على انا منضمه الى مؤسسه تعليميه فانا هحط الايميل الخاص بايه بمؤسستي التعليميه. اللي هو عندنا بنحط مثلا اللي هو بدخل بيه على التيمز حسابي في مايكروسوفت، فانا هحط الايميل اللي خاص بمؤسستي التعليميه هنا. طيب تمام، هبتدي اروح على الخطوه اللي وراها، احنا هعمل له برده نفس الشيء كونفيرم. وبعدين هبتدي اروح بعد كده which email address would you like program communication sent. انا عايز لو هو عايز يعمل معايا كوميونيكيشن انا حابه ان هو يتعامل معايا على اي ايميل، يرسل لي مراسلاتي الخاصه من مايكروسوفت على اي ايميل، على ايميل الشخصي ولا على الايميل المؤسسه. طبعا يفضل ان هو نفس الشيء يكون على الايميل الشخصي، فهقول له البيرسونال ايميل. تمام، هنزل تحت هنا الهوم ادرس، لو هو بيقول الهوم ادرس يعني عنوان المنزل، طبعا دي ضيفنا ان هو لو حب يعمل لي ايه يبعت اي هدايا او يبعتوا اي مراسلات او اي شيء من مايكروسوفت، فانا احط له الايميل احط مثلا الستريت، خلاص السيتي مثلا احط احمدي، الكونتري اختار من الكونتري الكويت. طبعا كل واحد لو في مناطق في دول اخرى بيشوفوا الفيديو فكل واحد يحط السيتي اللي هي المدينه، والكونتري هيحط ايه هو من اي كونتري. البوستال كود، البوستال كود لو انت مش عارف البوستال كود الخاص بيك بتدخل على في اي براوزر وهتكتب اسم المدينه وهيطلع لك البوستال كود الخاص بالايه بالمكان اللي انت فيه، ونبتدي نضيف البوستال كود هنا. احنا خلصنا من اللي هي ايه self nomination. دلوقتي انا داخلة على جزء اخر اسمه school information، بيانات المدرسة الخاصة بي. اول حاجة مفروض احط اسم المدرسة، انا ببتدي احط اسم مدرستي، وبعدين مثلا المدرسة في اي قطعة الستريت هنا الشارع، وبعدين ابتدي احط المدرسة بتاعتي my school is a part of، هي part of ايه، انا هي part of ministry of education، فممكن حتى اعمل كوبي هنا انسخ الجزء ده واقول له انا part من ministry of education من وزارة التربية، او كل واحد يحط المكان مثلا مؤسسته تبع الايه او مدرسته تبع الايه. تمام، طيب الخطوة اللي وراها
What is your title؟ إيه أنا بشتغل إيه في المدرسة؟ أنا teacher، أو ممكن أقول له أنا computer teacher. computer teacher. إيه؟ وبعدين هنا المدرسة في أي مكان، أنا ببتدي أكتب هنا، أعبي بيانات موقع مدرستي مكانها فين. وبعدين هنا بيقول لك الويب سايت الخاص بمدرستي. طيب أنا الويب سايت الخاص بمدرستي ده هكتب فيه إيه؟ لو أنا مدرستي عندها ويب سايت موقع، هبتدي أحط اللينك، هروح أخد مثلا ده موقع مدرستي، أنا هنسخ اللينك هنا بالكامل، أخده كوبي وأروح أعمل له إيه؟ بيست هنا لموقع مدرستي. طيب لو أنا ما عنديش موقع المدرسة، ممكن أحط أي موقع، ممكن أدخل على موقع وزارة التربية وآخد اللينك الخاص بيه وأحط لينك موقع وزارة التربية. يعني لو كتبت كده وزارة التربية تعليم الكويت، كل واحد يشوف حسب المكان اللي هو موجود فيه ويبتدي يدخل وياخد موقع الوزارة اهي، هاخد موقع وزارة التربية واروح ايه اضيفه هنا في الويب سايت. اوكي هنا الكانتري، اختار الكانتري اللي انا موجودة فيها. تمام. طيب نفس الشيء هنا، بس احنا بنضيف الاشياء اللي جنبها الريد ستار او النجمة الحمراء. لو اماكن حاجات ما فيش جنبها النجمة الحمراء مش لازم اضيفها، يعني عايزة اضيفها دي حرية شخصية اوبشنال، ممكن اضيفها او لا، لكن اي شيء اي سؤال جنبه النجمة الحمراء دي ان هو ايه لازم يتم حله عشان يتم قبول الايه بطاقة الترشيح. بيقول لك current role at school، انت وظيفتك ايه في المدرسة؟ هبتدي انا اشوف انا مسؤول مسؤوليه مباشره عن التيتشنج من الكي جي حتى الثانية عشر. ممكن انا كده مثلا I'm هنا responsible of teach steam، دي مدارس ستيم المسؤوله عن في سيستم نوع من المدارس اسمه مدارس ستيم لو انا منضمه ليه. كل واحد بيبتدي يشوف، ولو في حد مش عارف مثلا ممكن اعمل اترجم الصفحه. وانا كمان حاطه لكم ملف، هحط لكم في صندوق الوصف أسفل الفيديو، وحط لكم ملف PDF فيه كل الأسئلة دي مترجمة، وتبتدوا تشوفوها وتتعاملوا بيها وتشوفوا طريقة الحل. فكل واحد هنا current role at school، أبتدي أشوف أنا وظيفتي إيه في المدرسة وأبتدي إيه أختار. لو أنا مش لاقي أي وظيفة من الوظائف اللي عندي، ممكن أضغط على other، وبعد other أبتدي أكتب أنا بشغل إيه مكاني، أو التايتل بتاعي أو دوري في المدرسة وأكتبه هنا. أوكي طيب هروح اللي وراها. I would like to hear Microsoft. أنا عايزة أن أنا أسمع from Microsoft، يجي لي إيميلات منها عن البرودكت والسيرفيس والإيفنت والأحداث الموجودة في اللي بتحصل في مايكروسوفت. هل أحب أن هم يبعتوا لي إيميلات، أو أنا برضو أحب أسمع أي solution في البيزنس والأورجانيزيشن أو الويبينارز اللي بتتم في مايكروسوفت؟ فأنا طبعا هما بيفضلوا إن أنا أختار الاختيارين دول، وببتدي إيه أعمل save and submit. وبكده أنا أكون عبيت الجزء الأول من الإيه الكونتاكت خلاص، اللي هي السيلف نومينيشن والإيه السكول انفورميشن، وابتدي أعمل save and submit. الجزء ده أنا أحط هنا هو لازم ايه اعبي البيانات كلها بالكامل. اقول له save and submit، بمجرد ما بضغط عليها حفظ البيانات دي، وممكن ارجع اعيد اعدل عليها. يعني هو خلاص هو عطاني هنا انا الاكونت اي دي بتاعي اهو، كل واحد بيكون ليه الاكونت اي دي الخاص فيه. اوكي وبعد كده عايزة اعمل اعادة، يعني اغير في البيانات او ادخل اعدل فيها، هقول له edit personal information اهي، ابتدي اعمل edit عليها. هضغط عليها مره تانيه كده وابتدي ادخل هنا واعدل على اي شيء انا عايزه اعدله، مش عايزه هعمل exit. اوكي طيب نروح على الجزء التالي.
دلوقتي هنتقل إلى مرحلة الأسئلة. هقول له إيه؟ Add new self nomination. Add new self nomination. هضغط هنا كده. هنا بيبتدي يسألني بقى الأسئلة. أول سؤال select أنا تبع مايكروسوفت، أنا مقدمة إن مايكروسوفت Innovate Education اللي هو الـ MIE Expert، أنا عايزة أقدم على الـ MIE Expert ولا أنا تبع للشوكيس اللي هي الشوكيس سكول. فأنا أقول له أنا عايزة أقدم إن أنا مايكروسوفت اللي هو MIE Expert، وأقول له إيه؟ Save and Submit. وبعدين هنبتدي بقى نشوف البيانات. طبعا هو فتح لي اول جزء بيتفتح عندي اللي هو اللي انا عبيته في الاول اللي هو الكونتاكت، وبعدين هبتدي اروح على اللي وراه. هقول له سيف اند سبميت، هينقلني للجزء اللي وراه اللي هو السيلف نومينيشن. شايفين اهي المراحل اهي السيلف نومينيشن. طيب نبتدي بقى هنا مرحله الاسئله. هنا بيظهر عندي، خلي بالكم من نقطة مهمة، أنا عندي save progress خلاص، وفي الآخر عندي هيكون في إن أنا save and submit و save progress. save progress لازم كل مرة وأنا بحل أضغط save progress. أوكي، يعني أنا عايزة أحفظ، أنا في مرحلة الحفظ بس، لكن save and submit لما أقوم بالانتهاء من جميع الأسئلة إنه هيعمل لها إرسال. تمام، save and submit دي آخر مرحلة خالص، فأنا أتأكد إن كل مرة، مش إحنا عشان متعودين نشوف سبميت يعني، لا أنا طول ما أنا شغالة لسه في الملف سيف بروجرس. أوكي طيب نطلع فوق هنا ونشوف، نبتدي إيه الأسئلة كده مع بعض نركز. Is your school showcase school ولا incubator school ولا neither؟ يعني إن أنا السكول بتاعتي اي حاجة من المؤسسات دي انا ولا حاجة من دي، انا مدرستي عادية. طيب فبيقول لي ان هو لو اخترنا اي واحدة من دول هيطلع لك اسماء المدارس للشوكيس وابتدي اختار منهم. طيب انا مدرستي، بيقول لك هنا اكتب اسم المدرسة name of your school. ايه كتبت اسم مدرستي، الفئة العمرية أو المرحلة العمرية اللي أنا بدرسهم. مثلا أنا هختار من 12 ل 14 مثلا. أوكي، كل واحد طبعا بيختار الفئة العمرية اللي بيدرسها. إيه السبجكت، السبجكت يو تيتش، إيه المرحلة، إيه المادة العلمية اللي أنا ببتدي أدرسها. أنا ببتدي أختار المادة مثلا، كل واحد ممكن يختار المادة اللي هو عايزها، لو في حد بيدرس أكتر من مادة بيختارهم، أو لو مش لاقي المادة بتاعتي هنا بختار من أذر وأبتدي أكتب الإيه المادة اللي أنا بقوم إيه بتدرسها في المدرسة. أعذروني على على الإنجليش عندي، أنا مش معلمة إنجليزي، أنا يعني أنا زيكم، أنا بس إيه أنا كمبيوتر تيتشر، يعني أنا بعلمكم الكمبيوتر مش بعلمكم اللغة الإنجليزية عشان إيه ما حدش يتضايق من الإنجليش عندي. Do your student عندك learner access internet at school؟ يعني ال student عندي learners أو learners عندهم access على الانترنت at school. طيب في مدارس كانت بتدعم الانترنت في المدارس في حصص الكمبيوتر وكده، أنا مدرستي مثلا كان فيها انترنت، فأنا بضغط yes أنا مدرستي فيها انترنت، معظم المدارس أعتقد فيها انترنت. طيب ال student have access internet at home، عندهم انترنت في المدرسة، أعتقد إن الكل دلوقتي عنده انترنت في البيت، أو هنا أقول أو some of them أو none خلاص. فأنا ببتدي أشوف طبعا وفقا للمنطقة اللي أنا فيها والمدارس اللي أنا موجودة فيها. طيب نروح على السؤال اللي وراه. What technology do your student إيه اللي أنا الأجهزة التكنولوجي اللي بيستخدموها الستودنت عندي في التعليم؟ خلاص هبتدي انا مثلا الستودنت عندي بيشتغلوا على الموبايل، على اللابتوب، على التابلت، فابتدي اشوف انا الستودنت بايه الاجهزه اللي بيستخدموها وابتدي اختارها. اوكي طيب السؤال اللي وراه، شير ذا يو ار ال يور سوشيال، عايزين السوشيال هاندلز للسوشيال ميديا بتاعتي. انا لو انا عندي تويتر بدخل، طبعا هو مش اجباري مش حاطط ستارز، اللي عنده اي حاجه من دول ويحب يعرضها، ما تكونش مثلا فيها المعلومات الشخصية، يفضل إني أستخدم أكون عاملة أكاونت
خاص بس بالايه، بالاشياء دي التعليميه دي. انا مثلا عامله مثلا الفيسبوك عندي عامله غير الشخصي، عامله فيسبوك حاطه فيه، بحط فيه حاجات عن مايكروسوفت، اشياء تعليميه، حتى لما اعمل له شير يكون ايه برضو شيء يدعمني في الترشيح. نفس الشيء تويتر والانستجرام، لينكد ان، اي اكونت انا عندي هدخل مثلا عليه، هدخل مثلا نفس الشيء من فوق هنا وهعمل ايه، هاخده كده واعمل ايه كوبي واروح احط الايه اللينك هنا داخل ايه المكان المخصص لي، عندي التيك توك، عندي الشانل، لو انا عندي شانل على اليوتيوب، عندي بلوج، عندي اذر، ابتدي احط اي لينكس انا حابه ان هم يطلعوا عليه خاص بيا. طيب how many followers do you have on Twitter، عندك كام followers على تويتر، ابتدي ادخل واختار الايه الفولورز، وممكن اكتب وممكن اختار من هنا. اوكي، فببتدي اقول له الفولورز اللي عندي كذا. طيب بيسالني what tools devices انا بستخدمها في الريجولر. خلاص، انا بستخدمها في شغلي، انا مثلا بستخدم الجوجل ابس، بستخدم لو انا بستخدم الكروم بوك اكتب ايباد، ماك بوك، ويندوز ديفايسز اللي هي الاجهزه اللابتوبات اللي بتعتمد على الويندوز ديفايسز، مثلا انا بستخدم المايكروسوفت 365، الوورد والاكسل، بستخدم التيمز، احيانا بستخدم الزوم، فكل دي الديفايسز، التولز والديفايسز اللي انا بقوم باستخدامها. حلو، يلا نشوف اللي وراها. طيب هنا بيقول لي نفس السؤال بس للايه، للستودنت، لا مش الستودنت، هنا السكول، التولز اللي سكول عندي، السكول بتاعتي او الاورجنايزيشن بيستخدموها، في مدرستي بيستخدموا الجوجل اب، الايباد، الماك بوك، الويندوز ديفايسز. انا ببتدي ايه اختار نفس الشيء، التولز والديفايسز اللي بتستخدمها مؤسستي. السؤال اللي وراه هنا بيسأل عن ايه الكوميونتي اللي انا انضميت ليها من دلوقتي، في زي بلاتفورمز وفي مواقع اونلاين تعليميه اعتقد كلنا قمنا باستخدامها في الفتره الماضيه عشان نبتدي ندخل على واحنا في الشرح وفي الحصص، زي نيربود مثلا. طيب هو مش طالب اني بس اكون استخدمت البلاتفورم دي، لا، هل انا حصلت على سيرتيفيكيت من اي واحده من دول؟ يعني مثلا انا دخلت على ادوب كرييتيف اديوكيتور، هل انا حصلت على لقب دي، الالقاب مثلا اللي انا حصلت عليها، هل انا حصلت على الادوب كرييتيف اديوكيتور؟ لو اي واحد ما عندوش حاجات من دي وعايز يعرف يدخل عليها ازاي، انا حاطه لكم كنت اللي هي النيربود، وهحط لكم ان شاء الله الفتره اللي جايه ازاي احصل على اي سيرتيفايد او على الالقاب من البلاتفورمز دي. بس لو انا اي واحده من دول عايزه اعرف ازاي احصل عليها، مثلا ممكن اعمل لها كوبي للاسم واكتب مثلا طريقه الحصول او هاو تو بيكم مثلا فليب جريد ستودنت فويس امباسادور، ببتدي اعمل انا تشيك على اي حاجه، هل انا جوجل سيرتيفايد كوتش، هل انا سيرتيفايد انوفيتور، ببتدي اختار انا ايه اللي انا حاصل عليه. لو انا مش حاصل على حاجه من دول او حاصل على حاجات منهم، مثلا الوكلت امباسادور، لو انا نان بختار نان، لو في اذر ببتدي اضيف في الاذر عندي انا ايه كمان، انا ايه مثلا انا واخده حاجات في اشياء غير الموجوده انت، غير اللي انت طرحتها هنا، ببتدي انا ايه اكتبها في هذه ايه المساحه. اوكي، طيب نشيل من على الاذر اللي بعده. Have you taken، هل انت حصلت على earn any badges or trophy and trophies في المايكروسوفت ليرن؟ ننتبه هنا شويه، في انا شرحت لكم في الاول المايكروسوفت اديوكيتور سنتر، في فرق بين المايكروسوفت ليرن والمايكروسوفت اديوكيتور سنتر. المايكروسوفت اديوكيتور سنتر اللي عندي اللي هي اللي دخلنا عليها في الاول، المايكروسوفت ليرن مختلفه، وفي توجه ان هم هيضموا الاثنين مع بعض. اوكي، طيب انا عندي المايكروسوفت ليرن دي طبعا ببتدي ادخل فيها وفيها كورسات جميله جدا، ببتدي ادخل فيها واوصل لليفل متقدمه وببتدي بحصل على البادجز وبحصل على حاجات وببتدي اكمل فيها. خلاص، طبعا هو هنا بيقول لك هل حصلت، هل اخذت اي اني كورسز، تيكن اني كورسز في earned
اور بادجز اور تروفيز في المايكروسوفت ليرن؟ هل انت حصلت من مايكروسوفت ليرن على اي حاجه؟ لو هقول له يس او نو، خلاص انا مثلا يس، اول ما ضغطت يس فتح لي هنا مكان احط فيه اللينك الخاص بالبروفايل بتاعي. هعمله ازاي ده لو حد حاصل عليها؟ هدخل على المايكروسوفت اديوكيتر اللي هو سوري مايكروسوفت ليرن، هدخل على الويب سايت بتاعه، هحط لكم كمان الرابط فيه. ببتدي اروح على الجزء هنا واختار بروفايل، اختار ادخل على البروفايل الخاص بيا. من البروفايل بتاعي، في البروفايل بتاعي انا ببتدي اعمل كده، انسخ الجزء اللي فوق ده، اعمل له كوبي واروح هنا وابتدي اعمل له لصق. انا بيقول لك ايه، here the URL to your a public profile below. يعني انا اروح على البابليك بروفايل، اي بيقول لك you can find your public profile by clicking in your profile، وبعدين ايه هروح على السيركل اللي هي السيركل اللي كانت موجودة عندي هنا بيوصف لك المكان، واروح على البابليك بروفايل. اوكي طيب، how many courses learning والباث اوف تريننج في المايكروسوفت اديوكيتر؟ انا في المايكروسوفت اديوكيتر سنتر انا كومبليتد، عملت كم كورسز وليرنينج باث، المسارات اللي قلنا عليها والكورسز. كل واحد بيبتدي يختار، هو حاطط هنا الرينج من كذا الى كذا، مثلا اخذت فوق 26 اور مور مثلا، بختار كده اي ايه عدد انا بختار. نفس الشيء هي بيقول لك ايه، provide مدينا بلينك to your a transcript from your Microsoft Educator community by following a this steps. يعني اتبع الخطوات التالية، هنروح على المايكروسوفت Educator Center وهنعمل view transcript وهنعمل download للترانسكريبت وابلود على الوان درايف وهنعمل create، هنعمل create URL. طيب خلينا نشوف الكلام ده هنعمله ازاي خطوة خطوة مع بعض. هنشوف هنا أنا هبتدي أشتغل إزاي. أنا هروح على المايكروسوفت إديوكيتر سنتر، هروح نفس الشيء على الماي بروفايل. أنا دلوقتي في الإديوكيتر سنتر، طبعا دي كل البادجز اللي أنا حصلت عليها خلال الفترة دي أو السنين اللي فاتت كلها. وببتدي أروح على فيو ترانسكريبت، فيو ترانسكريبت، أضغط عليها هنا كده، بيبتدي يظهر لي الترانسكريبت بالشكل اللي امامي ده. خلاص ببتدي اعمل له داونلود. طبعا يفضل اني اعمل ايه، ان يكون عندي فولدر انا هعمله في بدايه ما انا خلاص انا نويت اترشح للمايكروسوفت اكسبرت. ابتدي اعمل ايه، احضر فولدر عندي، ابتدي اقسم شغلي، اجمع صوري، اجمع الادله، اجمع اي سيرتيفايد، اي شهادات انا حصلت عليها، ابتدي اعمل فولدرز خلاص، وابتدي اجمع شغلي فيه عشان يكون ايه شغلي منظم وما اتوهش فيه. طيب انا دلوقتي ده الترانسكريبت اللي انا موجود عندي، ببتدي اعمل له ايه، اعمل له داونلود. نعمل داونلود للترانسكريبت، ببتدي انا مثلا عامله اهو المايكروسوفت اكسبرت، وابتدي اقول له ايه ترانسكريبت، انا عامله له داونلود عندي من الاول. اوكي هعمل داونلود للترانسكريبت، وبعدين وقال لي روحي على الوان درايف، هو دلني على الطريق، هروح على الوان درايف، اكتب من فوق وان درايف، او لو انا فاتحه الاوتلوك او اي حاجه تطبيقات من تطبيقات المايكروسوفت هروح الاقي عندي الايه الوان درايف، او اكتب فوق هنا الوان درايف وادخل بنفس. طبعا هيكون عندي لو انا داخله بايميل الشخصي هيكون نفس الايه المكان اهو، ابتدي ادخل على الوان درايف بتاعي وابتدي اعمل ابلود للملف هنا. هو بيقول لي انا لسه امتي، اروح على ماي فايلز. طبعا انا عامله اكونت معاكم جديد بس فاضي علشان ايه ابتدي ادربكم عليه. هدخل من هنا كده اقول له ابلود، اهو ابتدى يظهر، هقول له ابلود فايلز، وهبتدي ادخل على المايكروسوفت اللي عندي واختار الترانسكريبت اهو، وهيبتدي يعمل عندي ابلود.
uploading one item اهو، تمام، نزل عندي الترانسكريبت. ناخد بالنا اني اروح اضغط عليه كده واقول له ايه شير. بعد ما هضغط على شير عفوا هقول له ايه anyone with the link can edit. اوكي تمام، واقول له ايه copy، واخد copy link. انا كده ايه تمام عملت copy لللينك، واروح على المكان هنا وابتدي اضيف اللينك الخاص بالايه بالملف الايه ترانسكريبت. يبقى انا عايزه اتاكد انا خطواتي سليمه ولا لا. ممكن ادخل على اي براوزر تاني مختلف، خلاص ما يكونش داخله فيه بنفس الاكونت، يكون ما فيهوش الساين ان بنفس الاكونت، وابعته لنفسي على الموبايل او اي مكان، واتاكد ان هو الملف، هل الملف هيفتح معايا، اي حد ممكن يفتحه. لو الملف فتح معايا ونقلني على صفحة الترانسكريبت يبقى انا شغلي كده ايه تمام. اوكي هنشوف دلوقتي اهو فتح الترانسكريبت عندي، يبقى انا كده اوكي تمام. اروح على ارجع تاني هنا، خلاص يبقى احنا انتهينا من الجزء ده. هنا كده حطيت ملف الليرن وحطيت ملف الايه الاديوكيتر. نبتدي ندخل على السؤال التالي. في السؤال التالي هنا زي ما قلت لكم انا حط لكم ملف بي دي اف هيكون فيه كل الأسئلة مترجمة، الترجمة الخاصة مع السؤال والترجمة الخاصة بيه شرحه، شرح الأسئلة بالكامل. اوكي هتلاقوه موجود عندكم. خلاص احنا كده ابتدينا في الايه في المرحلة الثانية، اهي المرحلة الثانية شفناها زي ما شفنا هنا كده، وادي الأسئلة. خلصنا عند الايه اللي هو الوان درايف، وان احنا قمنا بتحميل الملف على الوان درايف. احنا قلنا هو المراحل دي مقسمة الى ثلاثة مراحل. خلاص خلينا نكمل المرحلة اللي هي الثانية دي ونبتدي نكمل اللي وراه. فهنا بيسألني كم مرة how often do you use Microsoft Teams. خلاص انا بستخدم في الانفايرمنت الخاصة بيا، انا في البيئة التعليمية الخاصة بيا، انا بستخدم المايكروسوفت تيمز يوميا ولا اسبوعيا ولا شهريا ولا نادرا ريرلي ولا نيفر. انا مثلا كنت بستخدمه ديلي، احنا بنستخدمه الفتره اللي فاتت دي او لحد الان احنا بنستخدمه يوميا ديلي. طيب المايكروسوفت فورم كنا بنستخدمه، كل واحد طبعا بيشوف استخداماته ديلي. مثلا هاو اوفن دو يوز وان نوت بيرسونال اورجانيزيشن. الوان نوت انا بستخدمه قد ايه، كل قد ايه انا مثلا بستخدمه ديلي. طب الوان نوت ستاف البيرسونال اورجانيزيشن اللي بستخدمه في مؤسستي، خلاص ممكن بستخدمه الوان نوت ستاف بستخدمه ويكلي. طيب الوان نوت كلاس نوت بوك في الليرنر، خلاص وذ ليرنر مع المتعلمين، انا كنت بستخدم الوان نوت كلاس كل قد ايه. في ناس بيستخدموا ويكلي، في ناس في الشهر بيرسلوا مثلا وان نوت للكلاس بتاعهم، بيرسلوا لهم اشياء شهريه او يوميه، كل واحد بيشوف حسب شغله. طيب how often do you share your teaching or learning knowledge with your A يعني انا ازاي يعني كم مر عدد المرات اللي انا بستخدمها في مع الكولاج الخاص بيا او اصدقائي في العمل او المحيط بي، انا كم مره ببتدي امدهم بالمعلومات، خلاص with A knowledge انا بمدهم بالمعلومات عن طريق العقد مثلا البيرسونال مثلا لقاءات شخصيه، ولا في ويبينار بعمل ورش عمل، ولا في البلوج عن طريق بلوج بحط بوستز او بعمل فيديو. فانا ببتدي اقول لهم انا بشارك المعلومات اللي عندي مع المجتمع اللي حولي مثلا او مؤسستي او اصدقائي، خلاص ببتدي اشاركهم معلوماتي. مثلا انا بشارك يوميا بعطي معلومات يوميه، ممكن نحط يومي، ممكن أنا بعمل ورشة أسبوعية أو شهرية، مش شرط ورش، ممكن لقاءات شخصية. طيب نروح على السؤال اللي وراه. طبعا كل واحد هيحط وفقا لإيه لشغله هو. How often do you use flip grid learners with learners؟ هل أنا استخدمت الفليب جريد؟ الفليب جريد ده بلاتفورم أو منصة برضو موجودة بتبقى بتشارك الايه بشارك الطلبه عندي، بحط لهم مثلا فيديو
وابتدي استقبل تعليقاتهم بالصوت. يعني يبتدي الطالب يدخل ويسجل لي تعليقه على الفيديو او على لعبة او على اي شيء حسب كل واحد وشغله مع الطلبة الليرنرز اللي عنده. هل انا استخدمت الفليب جريد؟ طيب لو انا استخدمت الفليب جريد، انا استخدمته بستخدمه صفة يومية شهرية برضو نفس الشيء. نيفر لو انا ما استخدمتهوش خالص، فببتدي احدد خلاص. وخلي بالكم وانا بعبي البيانات هنا ان هيجي عليها اسئلة تانية تحت، وهيطلب مني ان انا احط ادلة واحط اشياء واستعرض اشياء انا اشتغلتها. فيفضل ان انا لما احط هنا اكون دقيقة في الاختيار، عشان لما ابتدي يعمل كومبير او مقارنة يبتدي يلاقي ان فعلا كلامي ايه مترابط، مش بس مجرد اختيارات كده. طيب انا بستخدم الفليب جريد ويكلي. طيب الماينكرافت، هل انا استخدمت الماينكرافت مع الليرنرز او الطلبة عندي؟ هل انا بستخدم الماينكرافت؟ في ناس طبعا مؤسسات او في مراحل تعليمية بيستخدموا الماينكرافت، انا مثلا هقول نيفر، انا ما استخدمتش الماينكرافت مع الطلبة عندي. اوكي طيب ممكن استخدمته في البيت انا مع اولادي، لكن انا ما استخدمتوش مع الطلبة عندي. اوكي طيب ممكن اختار له اقول له نادرا. طيب how often do you use the following STEM resources tools with learners؟ طيب الستيم دي اللي عايز يقرا عن الستيم، مدارس ستيم، في مدارس بتدعم او في بعض المواد التعليميه. نفس الشيء لو دخلت وكتبت ستيم على في السيرش في الجوجل هبتدي اقول، فانا عندي مثلا الستيم ده حد استخدم الميك كود او الهاكينج ستيم او المايكروسوفت ايميجينج اكاديمي، اي حد استخدم اي حاجه من دول، انا بالنسبه لي مثلا نيفر خلاص. وفي بعض ادوات المايكروسوفت برضو متعلقه في الاشياء دي، فممكن وبعض معلمين المواد العلميه العلوم والرياضيات والاشياء اللي فيها تجارب تعليميه، في اشياء احنا بنستخدمها تبع الستيم بس احنا مش بنكون عارفين ان هي تبع للستيم. اوكي فانا ممكن ادخل واعمل سيرش خلاص واطلع لي الحاجه واقدر احدد على اساسها. طبعا اختياراتي دي مش هي الاختيارات اللي هي كل واحد تبع اختياراته او تبع عمله هو. How often do you use the following features in PowerPoint teaching والليرنينج؟ ايه الفيتشرز؟ طبعا في فيتشرز جديده متضافه في الباوربوينت، فبيقول لك ايه من الفيتشرز دي استخدامك فيها ازاي. خلينا نشوفها. اللايف برزنتيشن، اللايف برزنتيشن دي ميزه متضافه في الباوربوينت خلاص. لو انا داخله الباوربوينت الاونلاين مثلا، لو انا فاتحه هنا وهختار الباوربوينت، طبعا هنا الاكونت ده فاضي مش هيكون فيه باوربوينت. لو انا فاتحه باوربوينت هقول له مثلا اي واحد، هاخد واحد يكون فيه اي صفحات سلايدز وابتدي ادخل عليها. لو انا فاتحه الاونلاين وبعدين انا فاتحه مثلا اجتماع في تيمز، ممكن انضم على طول على ادخل على طول على اللايف برزنتيشن عن طريق الايه المايكروسوفت باوربوينت الاونلاين خلاص. هي بس هتعمل لودنج الصفحه، فلو حد استخدمها بيبتدي يكتب يقول ايه انا استخدمت اللايف برزنتيشن. اوكي احنا معظمنا استخدموا اللايف برزنتيشن يعتبر عن طريق التيمز، ببتدي ارفع مجرد ان انا برفع البرزنتيشن على التيمز ده يعتبر لايف برزنتيشن اهو. شايفين البريزنت هيبتدي يعمل عندي اللودنج اهو، فانا هقول له ايه ترايت ناو. لو انا هدخل وابتدي ايه اجرب عشان ده الاكونت فري، فانا ايه بقول له هبتدي ادخل واعمل ايه ادخل على البريزنت واقول له قدم وهكون ربطها، ادخل على طول هيفتح لي ايه التيمز. ففي حد دخل اشتغل على اللايف بريزنت يبتدي يقول مثلا انا بستخدمه يوميا، لايف برزنتيشن شهريا كده خلاص. طيب ريكورد ليسون، اعتقد معظمنا استخدم الريكورد ليسون في الفتره اللي فاتت دي لما كنا بندخل ونعمل ايه تسجيل للايه للدروس مثلا، اهي تسجيل عرض الشرائح. معظمنا طبعا دخل وكنا بنعمل تسجيل لعرض الشرائح من خلال الايه المايكروسوفت، كنا بنعمل الريكورد وبنسجل الايه الشغل بتاعنا. طيب يبقى هنا اللايف برزنتيشن مثلا ممكن اقول له انا بستخدمه
daily. الريكوردينج ليسن بستخدمه daily خلاص، او ويكلي مثلا بسجل كل اسبوع. التيرنينج البي بي تي الباوربوينت يعني انتو ا فيديو، هل انا قمت بتحويل الباوربوينت الى فيديو؟ طبعا اكيد لو انا سجلت الريكوردينج، عملت اي ريكوردينج، اكيد بعد ما بعمل الريكوردينج اكيد طبعا هروح واقول له ايه من فايل، وهختار عند الحفظ وهختار نوع الملف يكون ايه، يكون اني بختار النوع يكون الباوربوينت الفيديو خلاص، مثلا اللي هو MP4. هل انا استخدمت؟ اعتقد معظمنا استخدم قام بتحويل الباوربوينت الى ايه، الى MP4 خلاص. هل انا حولت الفيديو الباوربوينت الى فيديو؟ اقول له ديلي تقريبا. طب البريزنتر كوتش، البريزنتر كوتش دي ان انا عايزه ممكن استخدمها اني انا ادرب الطلبه بتاعتي على الالقاء، ممكن اكون بدرب نفسي انا على الالقاء خلاص. يعني ايه؟ دي ميزه مضافه في الباوربوينت، وطبعا هعمل لكم فيديو خاص بس بمزايا الباوربوينت ان شاء الله. البريزنتر كوتش بيبتدي اعمل القاء من خلاله، يعني خلينا نشوف كده، هبتدي ادخل على الباوربوينت عشان اشوف اللي هي الميزه اللي هي التمرين مع المدرب. ببتدي بتظهر عندي هنا اللي هي ايه، present a with a coach، لو انا عايزة ادخل وابتدي اقيس درجة التدريب بتاعتي، وفي الاخر بيطلع لي لو انا شغلت البرزنتيشن واخترت الميزة دي بيطلع لي انا المزايا او الاخطاء اللي انا قمت بيها خلال الايه العرض خلاص. طيب خلينا طبعا هشرح لكم الحاجات دي بالتفصيل في فيديو منفصل. السبتايتلز اللي هي ايه، الترجمة. هل انا استخدمت السبتايتلز؟ يعني وأنا بعمل الباوربوينت عندي في تقريبا في المراجعة اللي هي الترجمة خلاص، أهي الترجمة. هل أنا استخدمت الترجمة؟ لو أنا اخترت ترجمة كده بيبتدي إيه يعمل عندي هنا ترجمة. هل أنا استخدمت الترجمة عندي هنا في الباوربوينت؟ لو أنا استخدمتها ببتدي إيه أختارها. أوكي طيب خلينا نشوف ايه تاني عندي هنا. ممكن انا بستخدم البريزنتر كوتش بستخدمها مثلا مره في الشهر او حاجه. السبتايتلز مثلا بستخدمها ويكلي. اوكي طيب، هل انا عملت امبيدنج للفورم؟ هل انا قمت بادراج فورمز من خلال الباوربوينت نفسه؟ مثلا لو انا رحت هنا في بيكون متضاف عندي الفورمز، هل انا عملت قمت بادراج الفورم في الباوربوينت عندي ولا لا؟ لو انا ادركت الفورم عندي ببتدي اقول له ايه ان انا قمت بادراج ايه امبيد فورم في الباوربوينت، بحط اسئله الفورمز اللي هي اللي تابعه لتيمز مثلا بضيفتها، فبقول له مثلا بستخدمها اسبوعيا. طيب الانكينج، الانكينج اللي هو الحبر، انا استخدمت الحبر في الباوربوينت اثناء العرض يعني وانا مشغله البرزنتيشن كده. هل انا استخدمت الانكينج وابتديت اختار القلم وابتدي ارسم مثلا او اخطط؟ هل أنا استخدمته؟ أكيد معظمنا استخدمه وبيستخدمه كمان تجاهل وبيستخدمه بصفة يومية، فهقول له إيه daily. نروح على الجدول التالي. How often do you and or your learners use these features in Microsoft Edge browser؟ هو بيقول لك أنت أو المتعلمين اللي عندك إيه الحاجات اللي أنا استخدمتها من مزايا المايكروسوفت إيدج؟ ايه اللي انا استخدمته من الايدج عندي؟ لحظه اشوف بس التسجيل. اوكي طيب، في مزايا جديده هم ضافوها. طبعا احنا كان عندنا الاول اكسبلورر العادي، دلوقتي هم حدثوه اصبح اسمه مايكروسوفت ايدج. طبعا هم بيسوقوا لمنتجاتهم او البرودكت الخاصه بالمايكروسوفت، فبيبتدي يقول لك انت استخدمت الاميرسيف ريدر. طبعا نفس الشيء انا هعمل لكم فيديو بس مخصوص عن المزايا اللي اتضافت في المايكروسوفت ايدج. طيب هنا بيقول الاميرسيف ريدر، الاميرسيف ريدر ده طبعا هلاقيه موجود عندي فين؟ هلاقيه موجود عندي في المايكروسوفت كلها. طبعا دي ميزه رائعه. هل انا بستخدمه هنا؟ وهل انا بستخدمه من الايدج؟ طبعا موجود عندي كمان الاميرسيف ريدر، موجود عندي في الباوربوينت وموجود عندي في الوورد. اوكي طيب خلينا نشوف في هنا عندي في الباوربوينت في المايكروسوفت ايدج. لو انا وقفت هنا حددته كده هلاقي هيظهر عندي المايك، او ممكن اروح هنا كده على ريد لاود وببتدي
يختار عندي Self-nomination. self-nomination. Self-nomination information. اوكي، Please complete the below field. وعندي الفويس اوبشن، ببتدي ممكن اختار انا عايزه باي لغه، او choice a voice، ممكن اختار الصوت اللي انا عايزه يتم بيه، السرعه بتاعه الايه الصوت. خلاص، وبرضه هشرح لكم الاشياء دي بالتفصيل. فلو حد بيستخدمها يبتدي ايه، فين السلف نومينيشن، يبتدي يكتب ان هو بيستخدم الايه الجزئيه دي. طيب ايه المزايا التانية اللي عندي؟ read loud زي ما شفنا، كمان read loud، الاكستنشنز. الاكستنشنز دي ان انا اضيف حاجات بتبقى اضافيه عندي في المايكروسوفت، في الايدج نفسه. ان انا مثلا بعمل ايه، لو انا مثلا كده بفتح هنا على 3 نقاط، عندي الاكستنشنز، عندي كتير من الاكستنشن ممكن اضيفها، يعني اضافات بيتم تركيبها عندي هنا. فانا لو عايزه ببحث عن اكستنشن مخصوصه، في اكثر من اكستنشن، خلاص اقول له مثلا جيت، فهيفتح لك الإضافات الموجودة. ممكن أضيف الزوم نفسه، يبقى من هنا التيمز كمان يتضاف عندي هنا على طول في الإيدج. هي دي كلها الجرامرلي. الجرامرلي ده رائع للترجمة. المكافي ممكن أضيف، دي كلها إيه إضافات أدز ممكن أضيفها عندي. أهو ببتدي أشوف إيه الحاجة اللي ممكن تخدمني. جو فول بيج ده بياخد مني، بيعمل لي كابتشر، هو أصلا عنده ميزة الكابتشر، بس في مزايا ممكن أخدها إضافية. ببتدي اشوف ايه اللي ممكن يخدمني، وابتدي اليوتيوبر، يوتيوب داونلودر ده بيعمل لي داونلود لاي فيديو من اليوتيوب. ده طبعا ايه، كل دي اكستنشن ايه جميله ممكن اي استخدمها. اوكي، طيب نرجع على الاكستنشن الترانسليشن. هل انا استخدمت الترانسليشن؟ هل انا وقفت كده وحولت صفحه من عربي اي ترانسليت تو انجلش؟ هي اوريدي انجلش، فانا ممكن ايه ارجع اختار اللغه اللي انا عايزه يترجم ليها مثلا تو ارابيك، وابتدي اختار اللغه اللي انا عايزه اترجم بيها. هل انا ترجمت الصفحات بالترانسليشن؟ ابتدي مثلا يوميا. انك تو بي دي اف، هل انا كتبت على البي دي اف؟ لو انا عامله براوزر للبي دي اف هنا من خلاله، هل انا عملت انك تو بي دي اف اون بي دي اف؟ هل انا خططت على بي دي اف هنا على الصفحه عندي؟ هل انا عملت جنريت كيو ار كود؟ الجنريت كيو ار كود يعني ايه، ممكن الصفحه دي اعمل لها كيو ار كود على طول من هنا، وانا واقفه هنا هلاقي الكيو ار كود طالع عندي، بضغط كده بيعمل لي جنريت للكيو ار كود، وابتدي اعمل له داونلود، يبقى عندي رابط للصفحه دي ممكن اشاركه مع اي حد. طيب هل انا عملت الكوليكشن؟ يعني ايه الكوليكشن؟ الكوليكشن دي حاجه جميله زي المفضله كده، بس بتبقى كوليكشن بسميها بمجموعات. ادخل على الكوليكشنز وابتدي اضيف كوليكشن جديده، خلاص، واعطيها مثلا اسم. ممكن اجمع كل الحاجات الخاصه بالمايكروسوفت، خلاص اقول له اد كارنت بيج، لو انا مثلا عامله انشات كوليكشن، وابتدي مثلا اي صفحه اقف عليها اقول له اد كارنت بيج، بتضاف عندي للكوليكشن. ده بيساعدني على تقسيم الصفحات، تقسيم الايه الشغل. مثلا لو انا صفحات عايزه ارجع لها فيما بعد، بيسهل لي امكانيه الوصول السريع للصفحات. دي الكوليكشن. الويب كابتشر، لو انا عايزه اخد برنت سكرين، او بدل ما كنت بعمل برنت سكرين، لا ده انا ممكن هنا من الكابتشر اهي، ويب كابتشر، عايز كابتشر اريا، يعني انا عايزه منطقه محدده ببتدي احددها. اوكي، واقول له كوبي، خلاص، او مارك كابتشر لو انا عايزه كمان اخطط عليها، دي اللي هي زي ما بيقولوا الانك اون بي دي اف، اهو ابتدي اخطط عليها واعمل لها سيف، او اعمل لها شير. اوكي، او اعمل اريز لو عايزه امسح. اوكي، او بيقول لي عايز احفظ، اقول له كانسل. او لو انا نفس الشيء عايزه اعمل فول بيج، اقول له ويب كابتشر واختار كابتشر فول بيج، بيعمل لي كابتشر للفول بيج. خلاص، تمام، ده بالنسبه للايه للكابتشر. وكده خلصنا الجزئين اللي هو الموجودين عندي هنا. اوكي، كل ده هتلاقوه موجود عندكم في ملف البي دي اف، وكمان بالترجمة بتاعت كل جزء منه. شايفين كل الجداول ضفتها لكم هنا كده مع الترجمة اهي، والاكستنشن، كل حاجة موجودة هنا. طيب السؤال اللي وراه بيقول لي،
كم عدد الفليب جريد فيرتشوال فيلد تريبس انت انضميت ليها خلال الست شهور؟ طبعا الفليب جريد ده بيعمل لو كتبنا هنا فليب جريد الفليب جريد ده بيعمل رحلات افتراضيه انا ممكن بحجز فيها خلاص وبدخل عليها وبحجز رحلات افتراضيه وبيديني المواعيد وبيرسل لي بيها ايميل وبدخل على رحلات، يعني ممكن اروح رحله للمحيطات، رحله لدول اخرى خلاص، بتبقى فيديو لايف وممكن اتواصل فيه مع كمان اللي ايه اعمل له جوين ويز مايكروسوفت. لو انا فتحت هنا ودخلت على الفليب جريد هلاقي في الفليب جريد عندي فليب جريد اهو عندي الايفنتس، ببتدي ادخل على الايفنتس اللي عنده اهي فليب جريد ايفنتس واقول له ريجستر فور ادفنتشر احجز للمغامره، فبيقول لك الاوقات الموجوده عندي، انا عندي في رحله سوبر باور شارك سوبر باور اهي، وببتدي اشوف الرحلات اللي انا حابه انضم ليها والتواريخ الخاصه بيها اهي، في رحله يوم 23 وفي رحله يوم 16 ببتدي انضم ليها واعمل ريجستر. فبيقول لك كم مره انت دخلت على الفليب جريد وعملت ايه رحلات افتراضيه خلال الست اشهر، ببتدي اكتب هنا الرقم. How many GridPal connection have you completed in the past six months؟ عدد الGridPal دوت الأصدقاء اللي إيه اللي موجودين في GridPal، هل أنا قمت بالإيه بالدخول على المجتمع بتاع GridPal اللي هو خاص تبع الفليب جريد، وهل أنا عملت communicated معاهم خلال الست أشهر؟ فممكن حد ما دخلش خالص فخلاص. طيب نروح هنا في الجزء اللي هنا ده through the immersive reader and learning tools student can الطالب بيقول لي through the immersive reader، immersive reader اللي شفناه اللي هو الناطق خلاص اللي أنا ببتدي أستخدمه هنا في سواء هو موجود زي ما قلت لكم في الوورد وموجود في أدوات الإيه المايكروسوفت كلها حتى في الوان نوت. فبيقول من خلال الـ immersive reader ده tools الـ student can بيقدروا يعملوا إيه listen to text، بيقدروا يستمعوا التكست begin reader، وزي ما قلت لكم أنا حاطه لكم أهو هنا أهي الترجمة بتاعته. هل الطالب بيقدر يستمع إلى النص الذي يتم قراءته بصوت عالي أثناء تمييز الكلمات؟ اختيار هل الطالب يستطيع اختيار كيفية عرض المحتوى بشكل مرئي؟ طبعا دي في ميزة موجودة ان انا اقدر اشوف المحتوى بشكل مرئي. تعاون مع الاخرين من خلال الدردشة، هل استطيع التعاون مع الاخرين من خلال الدردشة؟ هل استطيع ترجمة النص الى اكثر من 60 لغة؟ نفس الشيء ممكن. هل استطيع استخدام قاموس مدمج لدعم المفردات في الوقت الفعلي؟ طبعا. التقط فيديو للطلاب وهم يقرؤون النص لمشاركته مع المعلمين، ده طبعا من خلال الوان نوت. فانا حتى لو عايزة اتاكد من اجابتي انا ممكن اخد السؤال واحطه في الجوجل هيطلع لي كل الفيتشرز او المزايا الموجوده في الايه الاميرسيف ريدر واقدر ايه اختار من خلالها. طيب هل الاكسسبيليتي تشيكر تولز اللي موجوده في الباوربوينت والوورد والاكسل والوان نوت بتساعدني على ايه؟ انشور سامون كان ريد، هل انا استطيع التاكد من خلالها ان احد يستطيع يقرا المحتوى الخاص مثلا بملف الوورد مثلا لو هتكلم عن ملف الوورد، هل اللي هي الاكسسبيليتي تشيكر اللي هي بتبقى موجوده عندي هنا في المراجعه اهي التحقق من امكانيه الوصول اكسسبيليتي تشيكر بضغط عليها فبيبتدي يقول لي ايه الاشياء ان هو موجوده عندي او الاخطاء او المشاكل اللي موجوده في الملف بتاعي، في 2 نص بديل مفقود، في عنوان شريحه مفقود، فبيبتدي ايه يطلع لي الاخطاء اللي ايه بتسهل إمكانية الوصول إلى المستندات، هل أي حد ممكن يفتحه على ملف آخر بسهولة ولا هيحصل فيه بعض المشاكل. فهو بيقول لي هنا اوكي ensure your text can be easily translated، هل النص اللي أنا حطاه بإمكانية translate بتاعته. برضو نفس الشيء people can verify اللي هي disability ممكن اللي هو يبتدي يشوف الايه التعريفات بتاعه. خلينا نشوف هنا برضو انا هحط لكم كل شيء اهو بالاختيارات اهي كل سؤال حطه لكم هنا كده.
وبيقول لك التحقق من ملف وفقا لمجموعة من القواعد التي تحدد المشكلة للأشخاص الذين يعانون من مجموعة متنوعة من الإعاقات. طبعا فهنا عندي الاكسسبيليتي تشيكر بيقول لي ان انا بقدر ايه استخدم فيها ايه. طيب في inherit classroom teams and used for check all the apply. فالinherit classroom في التيمز، لا انا في الinherit classroom في التيمز بقدر اعمل ايه؟ meeting، خلاص، learning، collaboration، bring guest speaker، ممكن يكون عندي محاضرين من بره، ممكن اعمل embedding other tools زي الكهوت والفليب جريد واليوتيوب. طبعا كل الامكانيات دي ممكن طبعا اعملها في التيمز، ان انا اعمل meeting environment و learning management، بعمل إدارة للإيه للتعلم للبلاتفورم، وبقدر أعمل تعاون مع البيرسونال لو حد عايز يعمل إيه تعاون معايا خارج المؤسسة، و bring guest ممكن أخلي حد speaker يتكلم. خلاص، فدي كل المزايا، ونفس الشيء هتشوفوها موجودة هنا، بيئة اجتماعات مع الفيديو والدردشة ومشاركة الشاشة، منصة إدارة التعلم والتعاون في كل من الإعدادات الشخصية وغير المتزامنة، إحضار مكبرات صوت ضيوف والتواصل مع الفصول الدراسية، تضمين أدوات أخرى زي الفليب والفليب جريد والكاهوت والوورد واليوتيوب. خلاص، فكل ده طبعا موجودة، المزايا دي موجودة في التيمز. في السؤال اللي وراه الفورماتيف أسيسمنت، خلاص، اللي هو التقييم التكويني، بيقول إيه؟ كل معلم التقويم التكويني بتاعه بيكون في بداية الدرس والوحدة، ولا خلال الدرس، ولا في نهاية الدرس. أنا ما ببتدي أعمل تقويم تكويني، كل واحد بيختار حسب اللي هو استخدامه. خلاص، طيب السؤال اللي وراه المايكروسوفت فورم، إيه الكويستشن تايب الموجودة في المايكروسوفت فورم؟ ممكن أدخل على المايكروسوفت فورم وأشوف، أنا عندي الاختيار، عندي الرانكينج، عندي التكست، عندي الريتنج، عندي الليكريت، فدي كلها أنواع أسئلة. فأنا عايزة اللي هو الاختيار والترتيب والنص والتقييم والليكرات، كل دي موجودة في الايه في المايكروسوفت فورم، وعشان أتأكد ممكن أفتح الفورم وأشوف أنواع الأسئلة المتاحة عندي. طيب السؤال هنا، خليني أفتح لكم من هنا. لما بستخدم الوان نوت، الـ student can create their own participate sorry on practice math، هل الطلاب بيقدروا يعملوا البراكتس math بتاعهم assessment؟ خلاص، عند استخدام الوان نوت يمكن للطلاب إنشاء تقييمات ممارسة الرياضية الخاصة بهم باستخدام النماذج التي تظهر لهم إذا ما حصلوا على الإجابة الصحيحة، خلاص، فحقيقي أو خطأ. وطبعا يقدروا لو أنا اخترت الماث من الوان نوت، بيقدر الطالب طبعا يقدر ويشوف الايه الإجابات الايه الصحيحة ويبتدي يعمل التقييمات. طيب what types of teams are available with Microsoft Teams Education؟ لما أنا بدخل على التيمز، إيه المايكروسوفت تيمز إديوكيشن؟ إيه الفرق الموجودة؟ تيمز، type of teams، فرق الفصل، فرق الموظفين، فرق البي ال سي، فرق الرياضة. ببتدي أشوف، أدخل على التيمز، إيه الفرق المتاحة عندي؟ إيه الحاجات الموجودة؟ أوكي؟ طيب هنا أعد ترتيب كيفية إنشاء إيه الغرف الفرعية في الإيه البريك أوت روم، البريك أوت روم في المايكروسوفت إيه تيمز. خلاص، طبعا دي ميزة اتضافت في الآخر عندي في المايكروسوفت، خلاص، في التيمز. فهنا بيقول لك نبتدي أقف عند كل واحدة وأبتدي أختارها، وبيتم إيه وضعها في الستبس اللي عندي. هنا بيطلب مني ان انا اقوم بترتيب، ان لو هدخل على البريك رومز، خلاص، البريك اوت رومز، الميزه اللي زي ما قلنا اللي اتضافت في التيمز، فحاطط هنا الترتيب وبيقول لك هنا ترتبهم ترتيب صحيح. ببتدي ادخل على الترتيب، فطبعا اول حاجه ان انا بدخل على المايكروسوفت تيمز ديسكتوب اب، بفتح المايكروسوفت تيمز، وبعدين بختار الكالندر والميتنج، نيو ميتنج، بعمل اللي هي الجدوله اللي كنا بنعملها، وبعدين اختار الشانل او القناه اللي انا هضيف فيها الاجتماع، وبعدين join meeting انضم الى اجتماع، وبعدين احدد select breakout rooms from a meeting controls، اوكي،
choose how many rooms، اختار عدد الغرف اللي ترغب في إنشائها. اختر automatically or manually، اختار احدد آليا او يدويا، ابتدي اعمل choose اختار، وبعدين select create room، ابتدي اعمل create room. ده الترتيب الايه الصحيح. اوكي، احنا هنا وصلنا للمرحلة الثالثة. خلاص، في المرحلة الثالثة هنا بيبتدي يسألني هل ان انا كنت my expert في العام الماضي، هل انا كنت معلم خبير لمايكروسوفت في العام الماضي. خلاص، هنا بيقول لك بتتم مراجعة هذه العناصر يدويا بواسطة فريق ايه مايكروسوفت الموجود ايه في بلدك. احنا كده هنبتدي ننتقل للمرحلة الثالثة من الأسئلة. المرحلة الثالثة اللي هنا دي هبتدي احط فيها أسئلة، هتكون أسئلة طويلة. هنا الأسئلة الطويلة، اول حاجة بيطلب مني بيقول لي هل انت كنت معلم مايكروسوفت اكسبرت العام الماضي؟ لو انا اخترت يس يبقى لازم احط الاجابه، لو اخترت نو هيكون الاجابه دي عادي ان انا ايه لو خليت المكان فاضي. طيب في حاله اذا كنت انا معلم اكسبرت العام الماضي، فهو بيقول لي ايه ان ابتدي اصف إيه ازاي انا كنت معلم، عملت سبورت لاذر ام اي اكسبرت. يعني انا مثلا ايه اللي انا قدمته للام اي اكسبرت اند جروث فور اي اوف يور كولاج، ازاي انا ابتديت اقدم لهم الدعم لكل معلمين المايكروسوفت واتعاون معهم. طيب انا ممكن اقول ان انا عملت مثلا قناه على اليوتيوب، عملت دروس تعليميه، عملت ويبينارز، ان انا ساهمت في التعليم. ابتدي احط كل واحد يحط دوره، لو هو كان معلم ام اي اكسبرت يبتدي يوضح دوره اللي هو شارك فيه، شارك في المؤتمرات، شارك في ايه، ويبتدي يوضح دوره وهو هل فعلا افاد الام اي اكسبرت، هل افاد زملائه كمان المشاركين معاه في الام اي اكسبرت ولا لا. وطبعا هنا الكلام هيكون باللغه الانجليزيه، وطبعا عشان ابتدي اقدر اكتب فيه يفضل ان زي ما قلت لكم انا بيكون عندي فولدر حاطه فيه ملفاتي، هيكون عندي ملف باوربوينت ابتدي اكتب فيه كل الكلام اللي انا عايزاه بعبارات لغه عربيه واضحه. خلاص، وابتدي بعد كده اترجمه. يعني انا مثلا لو فتحت ملف باوربوينت وابتدي احط العبارات بشكل واضح باللغه العربيه واحددها، يعني اخد مثلا عبارات باللغه العربيه، خليني اخد لكم ايه اي عباره. ناخد مثلا أي نص باللغة العربية، وأحطه في الباوربوينت وأوريكم إزاي أنا ببتدي أعمل له الترجمة. يعني أنا لو عندي النص ده كده هبتدي أروح على المراجعة، ومن الترجمة هبتدي أختار الترجمة. طبعا هو بيستقبل الكلام باللغة العربية، وطبعا هو يعني أدق من الجوجل كمان. خلاص، أهو بيبتدي يضيف لي أهو هنا الترجمة، أقول له إيه بعد ما خلصتها، أقول له مثلا إدراج، أهو ابتدى حول لي النص ده إلى إيه اللغة العربية. خلاص، هبتدي أشتغل أنا على الإيه الجزء ده كده، إن هو يكون عندي ملف كامل أحط فيه شرحي، وأبتدي بعد كده أحطه بالإيه أعمل له ترجمة، وأبتدي أحطه في ملف الترشيح، وأخد بالي من عدد الأحرف والحاجات اللي مطلوبة مني. طيب هنا describe how you leverage Microsoft tools. أنا استخدمت المايكروسوفت tools to increase accessibility of learners، في learners المتعلمين اللي عندي in your classroom. إزاي أنا ساهمت في مع الكلاسروم استخدموا أدوات المايكروسوفت tools. خلاص، وكمان هو بيقول لك إيه في different learn needs، ذوي الاحتياجات او الفروق الفرديه في التعلم. خلاص، الفروق الفرديه في التعلم هبتدي اقول له ايه، انا استخدمت مثلا في الفورمز ان انا حطيت لهم اسئله وصور، ان انا استخدمت مثلا منصات زي المنصات اللي هو بيدعمها او بيعمل مشاركه او موائمه معاها زي مثلا النيربود زي الكهوت، ان انا استخدمت ده ان الطالب ابتدى يتفاعل معايا وان كان في نشاط فيه خلال الحصه. هبتدي اصف كل شيء بالتفصيل، كل حاجة أنا اشتغلتها أو كل شيء أنا اشتغلت فيه أبتدي أحطه، وطبعاً إيه من خلال الإيه الأسطر اللي عندي هنا. وهنشوف معانا في السؤال
الثالث هو بيذكر هنا بيطلب مني إن أعرض أقوم بعرض lesson أو unit. خلاص أنا قمت بمشاركته أو project مشروع أنا قمت بمشاركته مع الطلبة، بس لازم يكون إيه في مهارات القرن الواحد والعشرين. مهارات القرن الواحد والعشرين أنا أتوصل يعني إيه مهارات القرن الواحد والعشرين؟ إحنا قلنا في الأول إن من ضمن الدورات اللي أنا ممكن أحصل عليها من خلال المايكروسوفت إديوكيتر سنتر إني أحصل على دورة خاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين. خلاص خلينا هنلاقيها عندنا كده، أو لو باللغة الإنجليزية أهي شو أوريجينال هنلاقيها كده، مهارات القرن الواحد والعشرين. أنا هحط لكم الرابط الخاص بمهارات القرن الواحد والعشرين للكورس ده، طبعا لازم الحصول عليه. أوكي، هو طبعا كورس مهم جدا عشان نتعرف على مهارات القرن الواحد والعشرين في التدريس، وهو كمان في ملف الوورد اللي احنا قلنا عليه في الأول خالص اللي هو قال لنا اعملوا له داونلود، هنلاقيه حاطط لنا روابط هيعطيني الحلول لكل شيء. ما هو الفليب جريد، ما هو التيمز، حتى لو عايزة أعرف البريك رومز، كل حاجة حاطط لينكس ليها، أقدر بدل ما أنا أروح وأعمل سيرش لوحدي كده، لا حاطط لي الأدلة اللي أنا ممكن أقوم باستخدامها، حتى الميك كود، الهاكينج ستيم، كل حاجة موجودة من ضمنها مهارات القرن الواحد والعشرين. أوكي، وممكن أعمل داونلود بعد ما بخلص الكورس، ممكن أعمل داونلود لملف الون نوت. ملف الوان نوت فيه كل الشرح عن مهارات القرن الواحد والعشرين، وكمان هو حاطط لي هنا بالصور في ملف الوان نوت. خلاص حاطط لي بالصور، اروح على اي ملف، لحظة هوريكم ما هو حاطط هنا عند السؤال. ايوه السؤال الثالث اهو اللي اخبرنا عن درس او لسون انا استخدمت فيه مهارات القرن الواحد والعشرين. طبعا كلنا بنستخدم مهارات القرن الواحد والعشرين، ممكن ما كنتش انا عارفة ايه هي مهارات القرن السكيلز دي، بس انا بستخدمها في شرحي. خلاص طيب عشان انمي نفسي واعرف احدد ايه اللي انا بستخدمه او الادوات التولز اللي انا بستخدمها، هو عطيني ملف الوان نوت انا عامل له داونلود وهبتدي ادخل عليه ومحدد لي اهو، اروح انا على الكولابريشن واروح عند ايه اهو، انا حملت ملف الون نوت رحت على الكولابريشن ورحت عند ايه ذا بيج ايديا في الاكبر الافكار المهمه يعني. خلاص اهي مهارات القرن الواحد والعشرين، اعطيني مهارات القرن الواحد والعشرين موجوده هنا. خلاص لو اخذتها حتى وحطيتها على في الباوربوينت، عندي التعاون، التواصل الماهر، عندي البناء المعرفه، عندي التنظيم الذاتي، عندي حل المشاكل، استخدام التكنولوجيا، كل دي مهارات القرن الواحد والعشرين. طيب أنا هبتدي أحل السؤال ده إزاي اللي طلبه؟ هبتدي أحل السؤال اللي مطلوب مني هنا عن طريق إني هبتدي أمسك واحدة منهم، واحدة منهم وأشوف أكتب عنها. يعني أنا مثلا هنا إن استخدمت التعاون في الوان نوت، استخدمت التعاون طبعا باللغة، هكتبه طبعا أصيغ باللغة العربية بعد ما أكتبه عندي باللغة الإنجليزية، هبتدي أروح على في الباوربوينت وأبتدي أصيغ السؤال. عندي مثلا التعاون، استخدمت الوان نوت ان عملت بيه التعاون مع الطلبة، المواقع زي المواقع طبعا اللي هو بيدعمها او الخاصة بيه زي الكهوت، وزي مثلا صلى الله عليه النيربود، دي كلها ممكن اقول ان كان في تمارين وبعض الايه الحاجات اللي كان فيه تعاون ما بين الطلبه. التيمز ده كان التواصل، ده كان موقع انا بستخدم البرنامج، التطبيق التيمز هو البرنامج اللي كنت بستخدمه في التواصل ما بين الطلبه وما بين المعلم. بناء المعرفه هبتدي احط مثلا فليب جريد، انا عملت لهم من فليب جريد رحلات مثلا افتراضيه واخدتهم الى وريتهم الى مناطق اخرى مثلا تعزز الدرس الخاص بي. هبتدي احط كل خطوه من الخطوات الموجوده عندي هنا في مهارات القرن الواحد والعشرين، وهبتدي اوظفها حسب استخدامي، اشوف ابتدي اصقل مهاراتي انا وايه احطها بطريقه منظمه واصيغها واكتبها عندي هنا في السؤال. وطبعا اخد بالي ان هو حاطط لي محدد لي ان لازم ما بين 500 كاركتر الى 2000 كاركتر، وهوريكم ازاي انا هعد الايه الاحرف الخاصه بيه لما نخلص ايه باقي الاسئله دلوقتي. طيب هنا في السؤال ده انا هنا قلت لي حطي
صفي هنا هو الدرس. السؤال اللي وراه بيقول لي provide a link an example to learn، يعني learning انا عايزه مديني برابط، اوكي، في عايزه زي ادله كده احط كل الادله اللي انا استخدمتها او كل شيء انا قمت بيه. طبعا يعني مش انا جاوبت السؤال الاول والثاني والثالث، لو انا معلم مايكروسوفت خبير، ولو انا مجرد ان انا معلم اول سنه لي في المايكروسوفت بقدم عليها، او السؤال اللي هو الخاص بالمهارات، كل ده هبتدي اجمعه. طيب هنجمعه ازاي؟ هقول لكم اكثر من طريقه ممكن اجمع بيها الادله عشان احط له اللينك. اول شيء انا ممكن اروح لو في حد بيعرف يشتغل على السوي، خلاص السوي طبعا هو تطبيق من تطبيقات المايكروسوفت اوفيس، هدخل عليه اونلاين واكتب هدخل على السوي، وهبتدي احط كل الادله وكل الشغل بتاعي في صور. طبعا احنا انا قلت لكم من الاول ايه، انا هعمل مجلد عندي في جهاز الكمبيوتر، وهبتدي اقسمه صور وادله وباوربوينت، هاخد برنت سكرين من اجتماعاتي في التيمز، هاخد برنت سكرين من الفورمز والاشياء اللي انا شاركتها مع الطلبه، الاسئله اللي انا استخدمت الفورمز، اي شيء عندي هاخد منه صور واحط له الادله، حتى الانسايت، الانسايت انا كنت بستخدمه هحط الانسايت، انا حضرت ورش، انا قمت بتقديم ورش، كل ده هقسمه في فولدرز واحطه في السوي. او ممكن استخدم ايه تاني، ممكن اعمل ملف باوربوينت، ملف باوربوينت عادي، وابتدي اقسمه واحط فيه كل الادله بصور واشياء. طيب هو هيشوف ملف الباوربوينت ازاي؟ بعد ما اخلص ملف الباوربوينت واقسم شغلي واخلص شغلي كله بالكامل، هروح فين؟ هروح على الوان درايف، اكيد كلنا بنعرف نعمل ايه، ابلود على الوان درايف. هبتدي اروح على الوان درايف، ونفس الطريقه اللي شفناها ان انا في الوان درايف بروح اعمل ايه في الوان درايف، بقى احط الفولدر واحط فيه ملف الباوربوينت، واحط كمان فيه ايه، ممكن اضيف فيه فولدرات اخرى، ممكن اضيف فولدرات اخرى احط فيهم صور، ممكن اضيف اكثر من ملف باوربوينت، اوكي. كل ده وفي الاخر هعمل فيه ايه، هاخد اللينك الخاص بالايه بالموجود عندي على الوان درايف. خليني ادخل على الوان درايف، انا دلوقتي دخلت على الوان درايف، هيكون في فولدرز هحط فيه فولدرز وهسميه ام اي اي اكسبرت مثلا، خلاص. وبعد ما اعمل فولدر هعمل فيه ايه، هروح على الفولدر، طبعا لو ده الفولدر يعني مش هو ده، هعمل عليه كليك يمين او اعمل عليه تشيك كده، واروح على شير، ونفس الشيء هدخل هنا كده، هدخل هنا واقول له anyone with the link can ايه allow editing، واقول له apply، تمام. وهبتدي اخد اللينك ده واوديه فين، هو اللينك ده اللي هاخده واروح احطه هنا عندي في الابليكيشن الخاص بالايه بالعرض. يبقى عندي اكتر من طريقه، ممكن احطهم صور، ملفات بي دي اف، في يعني اجمع صور في بي دي اف، في وورد، في اكتر من مكان، بس المهم في الاخر ارفعه في مكان ويكون استطيع اني اخذ اللينك الموجود فيه واضيفه هنا كرابط. يعني عندي سوي قلنا، عندي الباوربوينت بعد ما ارفعه على الوان درايف، عندي بي دي اف ممكن احطه في فولدر كامل واخد الرابط الخاص بيه، ويكون داخله صور وكل الأدلة الخاصة بي، شهادات أنا حصلت عليها من حضور دورات معينة، أي شيء أي شيء أنا أقوم بتجميعه وأحطه داخل هذا المجلد وأرفعه على الوان درايف وأحط الرابط، بحيث إنه هو لما يكون يدخل على الرابط الخاص بي كأنه شاف يعني رحلة العمل الخاصة بي كلها بالكامل، خلاص بالأدلة والصور. طيب السؤال اللي وراه describe، انا هنا عايزه اوصف ايه، اوصف هنا اداه مايكروسوفت تولز وير ايه كريتيكال بارت اوف ايه اوف ذا ليرنينج، كانت الاداه دي مهمه في او جزء مهم عندي في التعليم، خلاص. ايه الاداه مثلا اللي انا استخدمتها وكانت مهمه عندي في التعليم؟ طبعا اكتر اداه كانت مهمه بالنسبه لي في التعليم وساعدتني في التعليم اللي احنا استخدمناها كلنا التيمز، ممكن ابتدي اوصف التيمز وازاي انا اتعاملت بيه، وازاي انا خلال العام الدراسي كانت الحصص كلها الافتراضيه من خلال التيمز نتيجه لظروف كورونا، وكمان ازاي انا استخدمت الفورمز في عمل الاختبارات، الاختبارات للطلبه، ازاي انا استخدمت كمان الانسايت في
يعني معرفة مستوى الطالب، أو إن أنا تابعت الطالب من خلال الإنسايت. أي أداة أنا قمت باستخدامها في أدوات أخرى كنا بنعمل لها بنضيفها داخل تيمز أو بنستخدمها خاصة بمايكروسوفت، كل واحد استخدم أي أداة يبتدي يذكرها بالتفصيل. خلاص طبعا بس من 500 إلى 2000 كاركتر. أوكي يبتدي أبتدي أوصف هنا أي أداة من أدوات المايكروسوفت، وإيه أذكر أهمية الأداة دي، أهمية مايكروسوفت إن هو كان critical part of the learning، إن هو كان جزء مهم جدا في التعليم. طبعا مايكروسوفت بالنسبة لنا إحنا في ظروف الكورونا دي طبعا كان بالنسبة لنا جزء هام جدا، تطبيق التيمز والفورمز وكل ده أبتدي إيه أذكره. طيب share two examples of a how to have support both or your own learning. خلاص انا ازاي انا معلش يا جماعه، انا المره مليون بقول لكم انا مش مدرسه انجليش، انا مدرسه كمبيوتر، بس انا بوصل لكم المعلومه الخاصه بالكمبيوتر مش خاص مش بالانجليش. خلاص طيب فهو بيطلب مني هنا بيقول لي ازاي انا جروث نميت نفسي، of your كولاج نميت نفسي وزملائي في العمل، وديسكرايب ابتدي الاكتيفيتي ذات ايه يور كومبليتد. طيب ابتدي اوصف انا ازاي نميت نفسي ونميت زملائي في العمل باستخدام طبعا مهارات الايه التعليم ومهارات مايكروسوفت. هبتدي ايه اقول انا مثلا قمت باعداد ورش عمل، قمت بعمل لقاءات يوميه، كنت يعني عملت ايه تاني مثلا ممكن نذكر، ممكن نقول ان احنا كنا بندخل على المايكروسوفت اديوكيتر سنتر وبنبتدي ناخد من الاديوكيتر سنتر اي مثلا كورسز مهمه ونبتدي نشاركها مع اصدقائنا. خلاص بنحضر ورش عمل، نميت نفسي ان انا حضرت دخلت على المايكروسوفت ليرنينج اخدت كورسز كتيره، دخلت على المايكروسوفت ليرن اخدت كورسز ودخلت مسارات. خلاص كنت بحضر المؤتمرات الخاصه بمايكروسوفت، لو في حد كان بيحضر، لو ما حدش كان بيحضر يبتدي يكتب هو خلال العام الماضي ده عمل ايه، عمل ايه بادوات مايكروسوفت، ان هو نمى نفسه، نميت نفسي بايه، حضرت دورات، مش لازم اكون انا عطيت دورات، ممكن اقوم بحضور دورات. اوكي طيب وفي الاخر هنا بيقول له ايه ان انا انا اكسبت البروجرام وكده، فببتدي اعمل تشيك وبعد ما اجاوب الاسئله. طيب وفي الاخر أنا افضل انا اعمل سيف بروجرس لحد ما اخلص شغلي كله وما اقول له سيف اند سبميت. طيب خليني اوريكم هنا ازاي انا ممكن اعرف عدد الاحرف اللي انا بكتبها. انا لو رحت على برنامج الوورد ورحت حددت كده ورحت عند مراجعه، اوكي وانا في مراجعه هنا لحظة اهو عدد الكلمات، شايفين عدد الكلمات، لو حددت فقرة معينة او نص معين بيبتدي يطلع لي ان دي صفحة واحدة، عدد الكلمات كذا، عدد الاحرف ومع عدد الاحرف مع المسافات او بدون مسافات، وببتدي احدد بعد ما بكتب الكلام كله ببتدي احدد ايه شغلي اللي انا شغال عليه وابتدي اضيف كل شيء داخل الباوربوينت واحل الاسئله اللي مطلوبه مني طبعا، وكل ده لازم يكون شغلي مرتب وانا ماشيه معاه خطوه خطوه. خلاص وزي ما شفنا في ملف الوورد اللي هو عطيهوني عطيني التفصيل وشرح لي كل حاجه بالتفصيل هنا، وانا ترجمت لكم الملف ده بي دي اف وهحط لكم في رابط كمان في اسفل ايه صندوق الوصف. اوكي وهي حتى الاكسسبيليتي تشيكر متكلم عليها، كل حاجه البريك اوت رومز، كل شيء كل شيء احنا سائل عليه حاطط اللينكس الخاصه بيه على سواء اليوتيوب على اليوتيوب شرح او على المايكروسوفت اديوكيتر سنتر. وان شاء الله تكونوا استفدتوا، اي انا حاضر لاي اسئله لكم، وهحط لكم كمان بعض الاكواد اللي ممكن تفيدكم في ملف البي دي اف اللي ممكن تفيدكم ان تزيد عدد ساعات العمل معاكم داخل مايكروسوفت اديوكيتر سنتر. وما تنسوش كمان تاني يعني باكد عليكم وباكد على نفسي كمان ان احنا ندخل على المايكروسوفت ليرن ونبتدي ناخد فيها اللي انا فاتحاها هنا المايكروسوفت ليرن.
مايكروسوفت ليرن غير المايكروسوفت اديوكيتور سنتر، وابتدي اخد فيها كورسز مهمه خلال شغلي، علشان هو طالب في الاخر هاخد البروفايل اللي هنا وهبتدي ايه اضيفه في سؤال كان طالبه في الاول. اوكي، فلازم يكون عندي الليفلز هنا والاكس بي يكون مرتفع، وان انا حصلت على كورسز كويسه فيه وفي مسارات دورات كتيره ممكن ايه احصل عليها من خلال المايكروسوفت ليرن وكمان من خلال المايكروسوفت اديوكيتور سنتر. يا رب تكونوا استفدتوا من درسنا اليوم، واكون ما اكونش طولت عليكم، وان شاء الله الفوز للجميع ان شاء الله. وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.